هلو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام حبايبي الكرام. اليوم مقطع، اليوم شباب مقطع مش مثل اي مقاطع بنزلهم، مش مقاطع حرق، مش اي من المقاطع. شباب اليوم راح يكون تقريبا مقاطعنا اليوم مثل راح سافر للسيرفرين شباب بنفس الوقت حبايبي. اوكي شباب، الان انا بحسابي بالسيرفر الاوروبي، اوكي حبايبنا، حبيت اعملكم استعراض يعني بين قوسين يعني تسريبات الاحداث اللي راح تنزل عن قريب بسيرفرنا حبايبي الكرام. اول شيء قبل كل شيء شباب، برجع بكرر، انا الان بالسيرفر الاوروبي، راح ندخل على لك رويال نشوف شنو موجود فيه. اوكي حبايبي قول لي. طبعا مش اوبا، طبعا شباب مش مثل ما انتم شايفين حاطين الديو هذا السكين اللي نزل من فتره، اوكي، وشايف راح يرجع ينزل شباب. مثل ما انتم شايفين شباب عندهم حتى في رقصات واشياء كثير، واو 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 حبايبي عن جد يعني شيء. طبعا انا شباب دخلت وشفت السيرفر ولهيك يعني تحمست اني اعمل لكم فيديو شباب لهذا الاحداث. اوكي شباب ماستر، قول لي شباب الان مثل ما انتم شايفين السكين يعني كثير حلو الصراحه، كثير حلو بشابه. ولكن لما نروح على السيرفر الثاني راح افرجيكم غير اشياء تقريبا يشبه هذا، راح تشوفوا مع بعض حبايبي. نخليكم التواجد وراح تشوفوا. طبعا هون شباب عن هذا السكين شباب راح ينزل اعتقد يعني شيء اكيد عندنا بالسيرفر عن قريب. اوكي مثل ما انتم شايفين حبايبي عندنا هون الحاضن نفس الحاضنات مثل كلياتهم، عندنا هون الويبر رويال نفس الشيء شباب، الجولد نفس الشيء، الدايموند نفس الشيء شباب، ما في اختلاف. عندنا هون سكنات جديدة شباب، شوفوا معي شوفوا الأحداث الجديدة. طبعا هون شباب نفس الأحداث اللي بتجمع التوكن وبتاخذ السكنات اللي بدك اياها. عندنا هون هالسكين شباب الصيفي عن جد يعني بعتقد هذا السكين راح ينزل عن قريب عندنا بالسيرفر شيء أكيد. وعندنا الكلسون والهذيك كثير حلو شيء اللوز حبايبي يا وال. لا اشوف واحد يكتب التعليقات اللي شي كتبت حكيت خلاص، ركز خلينا نركز بالتسريبات شباب. اوكي شباب عندنا هون الجوائز راح يكونوا بالحدث تمام. بالنسبه للشيء اللي على اليسار خلينا لوك رويال، هذا هو حبايبنا عن جد شيء حلو كثير لوز. عندنا هون شباب نفس الشيء هذا السكين يشبه السكين الثاني تبع الحب وما حب، هذا فهمتوني شباب يعني نفس الشيء. هون عندهم بتجمعوا التوكنات وعشان تاخذوا السكين انتم شايفين. عندنا هون التوب اب شباب، شوفوا التوب اب شباب كيف اسطوري شباب، التوب اب شباب الشنطه دراجون شباب عن جد شيء غريب عجيب شباب. دخلت السيرفر امبارح لا والله ايه دخلت السيرفر بس ما كان نازل هالشيء كليته حبايبي. هون عندنا هي نزلت بيت المزلج ولا شو بعرفني، المهم بالي مكتوب. المهم شباب لا تخاف هيك، يلا ندخل على الفالنتاين. قول لي حبايبنا نفس الحدث اللي كان موجود عندنا بس ولكن هون عندنا شباب شيء جديد. اوكي عندنا هي الكاتانا، هي السيف عن جد شيء حلو كثير شباب، عن جد شيء حلو لوز. طبعا شباب عندنا هون الكوبرا سبين، عندنا حدث الكوبرا واللي هو الشباب شوفوا اللي حبيت افرجيكم السيف، شايفين معي كيف السيف حبيب جد حبايبي؟ السيف شيء اسطوري جد، السيف حلو يا جميلين. هذا هو الشباب راح ينزل كمان عندنا عن قريب اكيد. وبالنسبه لل شو هذا، هذا نفس الشيء هذول الاحداث شباب بالنسبه للسيرفر الاوروبي. عندنا هون حدث ثاني شباب شوفوا معي، حدث مثل التخفيضات، مثل متجر تخفيضات حبايبي، لاحظوا معي نفس ايام زمان لما بتاخذوا الكوبون والتخفيض يجيكم التخفيض اللي بدكم اياه. طبعا في اشياء حلوه بهذا المتجر، عندنا السكين الرئيسي هذا الازرق ما اتذكر اسمه، المهم وعندنا يعني اشياء حلوه كثير الصراحه الموجوده بهذا المتجر. طبعا هذا بس فقط الموجود شباب، ما في اشياء ثانيه. اوكي خلينا ندخل تحت نشوف، هاي شفناها من شوي، هاي مش هذول تبعت اللايف ستريم، هذول اشياء مش عندهم بالسيرفر الاوروبي. هذول اللي هون شفنا هون. اوكي حبايبي خلينا ندخل على شيء سريع على المتجر نشوف شو موجود بالمتجر شباب. عندنا هون اشياء جميله، عندنا هون هذا هي الكاتانا اللي قلت لكم عليه، السيف والسيف الثاني
هذا هو السكين اللي موجود بالحدث عندهم، التلجة وشعرات جديدة. شفت شعرات غريبة عجيبة الشباب شايفين، يعني شعر يعني غريبة عجيبة. اوكي هذول المتجر شباب. طبعا شباب هون الباك الحزم مثل ما انتم شايفين شباب، يعني الحزم النادر عندنا بالسيرفر مش موجودة هون، شايفين معي كيف؟ والله شيء حلو شباب السيرفر الاوروبي، يعني في بالنسبة للاشياء في اشياء حلوة. لوز اللوز، اعطوني رايكم بالتعليقات حبايبي. شايفين شايفين شباب، شوفوا هذا شباب، شوفوا هذا، هذا سكين نادر كثير شباب عندنا بالسيرفر، بس ولكن هون عندهم ولا حدا سأل عليه. اوكي شباب، اعتقد عرفنا، عملنا الفتله مثل ما بنقول، يعني بحثنا وشفنا اشياء حلوه كثير شباب. خلينا الان نروح ننتقل للسيرفر تايلاندا، ليتس جو. وبا حبايبي الكرام، الان نحن بالسيرفر التايلاندي شباب. عن جد بهون رح نشوف اشياء، رح يعني واو، عندنا اشياء شباب يعني يدخلوا شو يعني ما بعرف ما بعرف، رح تشوف. خلينا طول بالك طول بالك. اوكي شباب، مثل نفس الدوره ندخل على الراك رويال حبايبنا ونشوف معنا. هون عندنا شباب السكين هذا بالسيرفر الاوروبي لاحظته معي، بيحصلوا عليه عن هذا السكين عن طريق التوكنات. نفس الشيء عندنا هذول الاشياء، عن جد شيء واو واو حبايبي. ندخل على الدايموند نفس الشيء، بالجولد نفس الشيء تقريبا، الرويال نفس الشيء شباب، عن السلاح الويبن رويال، هذول اسلحه السنايبر مثل موجودات بكل السيرفرات. اللي بعده عندنا هون شاب هون على اليسار اللي هو مثل حاضنه خاصه لاشياء جديده هون شباب. شباب لاحظوا معي هيك، يعني لبس وردي على وردي ما على وردي، فهمتوا علي كيف؟ وعندنا هذول الاشياء المعروفات حبايبي، هون ما في شيء لحد الان هون، بس بالنسبه للاشياء الموجوده باللاك رويال ما في شيء كثير واو واو. اوكي شباب، الان الشيء الحلو اللي راح افرجيكم اياه، الشيء الاسطوري شباب. طبعا هون عندهم اشياء غريبه، خلينا ندخل هون، عندهم حدث. فهم شيء بس، ولكن الظاهر يعني بتدخل، لاحظت عليه هون تحت، تدخل الايام اوكي اوكي حلو جميل جدا. اوكي شباب خلينا ندخل ندخل على هذا الحدث، شو الحدث هون، شو الاحداث اللي عندهم. طبعا اكيد الاحداث رح تنزل عنا، عنهم الاحداث نفس الشيء، التوكن تجميع التوكن شباب. خلينا نشوف الجوائز الموجودة، كيف راح نشوف الجوائز الموجودة؟ هيك موجود على اليسار، عندنا هون الأشياء شباب على اليسار، نحصل على أحجار، يعني شوفوا شيء حلو، رقصات، شوفوا شيء حلو شباب عندهم كيف؟ يعني جد شيء لوز لوز، شوفوا الأولي، شوفوا الجوائز شباب، يعني هذا السكين نادر كمان، ول 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 ول. أوكي شباب، هذول السكينات راح تنزل قريباً شباب أكيد بسيرفرنا كمان، أوكي؟ حدث الكوبرا، حدث الكوبرا بالسيرفر التايلاندي شباب، خلينا نشوف. قولي اوكي لا شباب طولوا بالكم، انا راح افرجيكم شغله، افرجيكم شغله عشان تشوفوا السكنات والاشياء اللي راح تنزل. طولوا بالكم، تجوا هون شوفوا الرقصه الجديده شباب. اوه هي الرقصه شباب، عندنا هون التلجة الكوبرا، اوكي عندنا هون السكن، هاي السكن نفسه، عندنا هون السكن شباب اللي فرجيتكم اياه من الحدث عندهم، تثبيت توكن، جمع توكن، 5 توكن وتحصل عليه. عندنا هون اللبسات، لبسات البنت طبعا هون بالصناديق، تحصل عليهم بالصناديق. وشو كمان عندنا هون، شوفوا شباب التيشيرتات البوتاج شباب، شوفوا موجودات بصندوقين، وكل صندوق يعني والله شيء لوز اللوز حبايبي، شايفين 100 جوهره وبتعمل سبين وبتجيب التيشيرتات اللي تحبها مباشره. اوكي خلينا نكمل شباب، ندخل الاحداث نكمل الاشياء الموجوده مثل ما قلت لكم. هون شيء حلو لوز اللوز، ندخل هون عندنا هون اشياء نفس هذا السكين نفسه اللي يشبه اللي فرجيتكم اياه، نفس شو شباب تحصلوا على التوكن. اوكي لا في شيء جديد شباب حبيت افرجيكم اياه، اللي هو شوفوا معي شباب، شوفوا معي شوفوا معي، ندخل على المتجر روح على هذول الاشياء الاكشنج، ولا هون شوفوا هون عندهم نفس الشيء عندنا تقريبا بالنسبه للكيوب ماجيك. اوكي راح افرجيك هون شباب، شوفوا عندنا هون شباب اللي اسمه التوكن الفاشن شباب، هذول الاشياء الصغيره اللي بتنشرها ماشي، ومن عن طريق الاشياء شباب بنحصل على سكنات
جميله. شفتوا انتوا شايفين على السكنات هذول؟ هل السكنات ما اتذكر دوس كانوا سكنات الحاضنه القديمه؟ والله ما اتذكر شباب الصراحه. هو نفس الشيء بظل احصل على سكنات حلوه بالنسبه للبطاقات الحمراء هذول كلهم ماجيك كيو كلهم نفس الشيء. احنا عندنا سيرفر تايلندي، هذول هن الشباب اللي قلت لكم عليهم ثواني. لا هذول هن اشتريهم وبتحصل على اشياء اللي تريد. اوكي خلينا ندخل نشوف الاشياء الموجوده عندهم بالاحداث. شوفوا شباب هالسكين عن جد، هذا السكين عن جد كثير حلو شباب، بس ما فيش لحد عندنا عم يطور كثير لحتى ينزل حبايبي. اوكي اللي بعده عندنا هون الباكجات والوك وهذول الشغلات الباك، وعندنا هون هذول العاديات. خلينا ندخل على الاحداث اللي موجوده. هذول هن شفنا هاي، شفنا هاي، شفنا الاحداث شباب. الحدث حدث الكوبرا، احداث كوبرا موجودات هون، هذا هو شباب. خشوا شو ما شفنا طبعا هون، اعتقد شفنا كل شيء حبايبنا بالاشياء، بس حبينا نشوف بالمتجر شوف عنده بطاقه، بطاقه تغيير اسم 450، بس هون عندهم الروم عندهم ب 500 واو، الرومات عندهم 500 جوهره شباب، صاير عليها تخفيض 150 او والله شيء غالي صراحه. شوفوا هون، شوفي كمان عندنا هذول الكاس، يعني هون هذول اللي كنت كلمتكم عليهم. عن جد يعني احداث كثير كثير حلوه الصراحه شباب. عندنا هون الاحذيه او صناديق اسلحه شباب تحصلوا عليهم، والله شيء حلو. تحصل بس على الاحذيه فقط، حلو. الدب وهذول شيء لوس حلو، شيء كثير حلو. هاي الكوبر هذول تبع ال تحصل على كريستيانو، حلو. عندنا اللي هن اشياء بتعطيك كادو هدايا، بس حبيت اشوف ال ال شو اسمه هذا ولا هذا هو، ما حبيت اشوف هذول الرقصات. طبعا هون الرقصات شباب، هي الرقصه رح تنزل عن قريب، عن جد رقصه حلوه. شوف كثير لوز لوز اللوز، هذول الرقصات شباب مثل ما انتم شايفين موجودات عندهم المتجر. اوبا خلينا نشوف حبايبنا ما بعد عندهم هاي الحقيبه موجوده بالمتجر كمان. وهذا هو اعتقد شباب عملنا ال كيف نقول يعني لاتوخ ونافيل لاتوخ ونافيل توخ ونافيل توخ بلاتوخ ونافيل توخ. اوكي شباب هذا هو كل شيء موجود عندنا هون، شيء لوز لوز. اوكي يا حلوين الان راح نوصل للجزء الاخير من المقطع اللي هو احداث كل احداث كوبرا الشباب اللي كله مع بعض حبايبي. راح احط لكم المقطع حبايبي، راح احط لكم معه ميوزك. اوكي حبايبي راح اخليكم تتفرجوا على المقطع على التسريبات مع ميوزك خفيف على رواق شباب، مشاهد ممتع حبايبنا.
اوكي كل اساطير هي بيكون تم مقطعنا اليوم حبايبنا الكرام. مقطعنا صح وقطح صح وكتير طويل يعني اوكي، بس لا تغزونا حبايبنا، حبيت انزل لكم هيك تسريبات ودمجت لكم تسريبات اللي جاي على جديد، وبنفس الوقت نزلت لكم الاحداث الموجوده بسيرفر اوروبي، يعني الاحداث اللي راح تجي عن قريب لسيرفر مينا حبايبنا. بتمنى من كل اسطوره شاب جاهد هذا المقطع يكتب بالتعليقات بدي اشوف مين راح وصل هذه الدقيقه، وحتى نزل اللايك والشير ويفعل زر الجرس حبايبنا، وبشوفكم مع فيديوهات جديده اسطوريه حبايبنا الكرام. مكان معكم عليكم، باي باي.